اثنين، ما يحصل فيه فيينا ليس تفاوض على برنامج نووي استاذ نجم. اصلا هنالك يعني معلومات تقريبا يعرفها العالم، هو تفاوض على السلاح النووي. ايران لم تكن لديها قدره ايصال، يعني ليست لديها قدره على الصواريخ الباليستيه لان تضع هذا السلاح النووي على كرؤوس على هذه الصواريخ. الان يبدو الايرانيين تمكنوا، ولذلك شوف الحديث الان تحول من برنامج نووي الى الصواريخ الباليستيه، نفس الشيء اللي سواه ويا النظام السابق في العراق تذكر، حصروا على اسلحه جرثوميه على 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 صواريخ باليستيه ما ادري شنو، الى ان سلمهن كلهن كاتفاق، ومع ذلك ما خلص طبوا عليه بتهمه. الايرانيين يعرفوا هاي، عندهم درس من قضيه ما حصل في العراق، لذلك ايش يسوون؟ هم يعرفون اكو خبر مؤكد انه ايران تمتلك قنبله نوويه واحده او اثنين من الموديلات القديمه، اشترتها عن طريق هاي الدول اللي انحلت من الاتحاد السوفيتي، احتمال اوكرانيا او غيرها. وهذه القنبله موضوعه الحقيقه في مكان ما في 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 احدى الجبال في ايران، وبالتالي اسرائيل تعرف، العالم يعرف. ولكن كانت المشكله انه مثل ما ذكرت لك انه ايران ما عندها قدره على ايصال هذا السلاح الى خصومها، الان تمكنوا، لذلك خائفين. ايران تريد من العالم، شوف شلون ترفع نسب التخصيب، مره تقول 60% مره تقول 90%، هو 60% يمكنك من علميا يمكنك من صناعه سلاح نووي. فانت اذا تقول انا التخصيب الاريجمنت مالتي وصل 60% يعني انت راح تسوي سلاح نووي، خلصنا. تعرف كيف؟ اي بمعنى العالم يعرف انه ايران لديها قدره نوويه، لا اقول قنبله نوويه، عندها قدره نوويه، وعندها الماء الثقيل هذا مهم، وعندها الوقود النووي، وعدها اليورانيوم اشبقه، وعدها المفاعلات يا استاذ نجم، صح لو مو صح، بس جيب برغي وشد على قول تهنم. فاذا التفاوض على شنو؟ تجي ايران صارفه 400 مليار على هذا المشروع السلم الملكيه، تقول لك يلا الله وياك وبقي العقوبات. ما يصير هذا الشيء، ما يصير هذا الشيء. جاهم من غير طريق، قالوا تعالوا خلينا نوزع النفوذ، خلي يسمع الشعب العراقي، خلينا نوزع النفوذ بالمنطقه. ما يصير انت مسيطر على العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتريد تاخذ باب المندب ومضيق هرمز بيدك، يعني شنو على اساس احنا قوة عالمية؟ وبالذات اوروبا. اوروبا الان امريكا في احدث التقارير تقول اوروبا ضعيفة ولاهثة خلف ايران لتحقيق اتفاق نووي. ادارة بايدن مترددة. لذلك شو تقول الان؟ اعطيك القرار النهائي. الان هذا القرار النهائي. انه علاج الملف النووي الايراني بيد اسرائيل هي التي تحسم الموضوع. زين. حتى يعني هذا ايش راح يرتب؟ راح يرتب اثر الاتي، انه ايران يجب ان تقدم تنازلات. اسرع تنازل راح تقدمه وراد تقدمه هو موضوع الحوثي في اليمن. الميليشيات في العراق خليهم بالاخير، لان شويه سعرهم يسوى، لان العراق مهم تدري. ها، ولذلك ايران تريد من هذه الفصائل والميليشيات ان تقبل بنتائج الانتخابات، وان يشكلوا حكومه توافقيه، وبالتالي يحافظوا على الوجود الشيعي السني الكردي اللي يمثل نفوذها في العراق. طبعا بالمناسبه 3/4 السنه الان، مع احترامي الزعامات السنيه، مرتبطين بايران.